واضح معاكم يا استاذ. لا يعني انا اصلا بحس ان ما اعرفش ده غلط ولا صح، مش عايزه افتي، بس بحس ان الناس مفسره الموضوع غلط او فاهمين الموضوع غلط. انا ما بحبش الزحمه يعني، بتوترني حتى في الشغل جوه اللوكيشن لو لقيت ناس كتير ما بحبش الشغل. لا انا لو في حاجه صعبه ما بحبش اعملها. لو صعبة أخاف يعني مش هعملها، لكن لو صعبة مثلا كدور مثلا صعبة أو طبعا نفسي أعمل أدوار صعبة، رياضة صعبة نفسي أعمل رياضة صعبة بس ما تبقاش مخيفة أو ما تبقاش خطر، لكن حاجة صعبة يعني قلق ما أعرفش أنا جبانة جدا. لازم عشان عايزة أطير مع على السجادة. وانا صغيره كان نفسي اعمل يعني نفسي اطلع زي شريهان. بصي انا الحمد لله في ايام كتير بحس انها اسعد ايام حياتي، بس لما كنت في كان كنا في مهرجان كان في المسابقه الرسميه وكنا بنعرض الفيلم وكان في المهرجان، وايام المهرجان دي كلها كانت بالنسبه لي اسعد ايام حياتي. Can Hear Your Life بتاع مؤلفه اسمها لويس هاي، بتتكلم بانه الناس ممكن تقدر تعالج نفسها لو عملت عادات معينه، وان كل مرض سببه حاجه نفسيه. انت شايفاني ايه؟ متواضعه جدا. متواضعه. طب كويس. شكرا، واضح.